صباح الخير، أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات Patient Evaluation 2. هنتكلم فيها عن Manual Muscle Testing of the Trunk وليها أجزاء تانية هنتكلم فيها مع بعض برضو دلوقتي، زي Manual Muscle Testing for Pelvic Elevation، وهنتكلم شوية كمان عن الكور ستابيليتي تيستينج. نبدأ مع بعض المحاضرة بـ Manual Muscle Testing for Trunk Extensors. هي الترانك اكستنسورز مهمة. الترانك اكستنسورز both strength and endurance are important، سواء strength أو endurance للترانك اكستنسورز are important. ليه؟ لأنها implicated in back pain, posture, gait and balance. أي مريض عنده back pain، أي مريض عنده postural deformities، أي patient عنده gait abnormalities، أي patient عنده imbalance، لازم أدخل فيها ال trunk extensors. معظم الناس الـ old age وخاصة الستات لما بيخشوا في old age بيبقى عندهم posture flexion، ياخدوا كده الفليكشن اتيتيود وبيوصل لغاية انه يبقى 8 سنتي. يعني ايه 8 سنتي دي؟ بتتحسب ازاي؟ لو البيشنت اللي قدامك old age عنده فليكشن اتيتيود، قربه لغاية الحيطة لغاية لما راسه تلمس الحيطة، وبعد كده شوف المسافة بين رجليه وبين الحيطة قد ايه. بالتالي تعرف الاوكسيبوت تو وول ديستانس قد ايه، او العكس انك تقرب العيان بحيث ان رجليه هي اللي لمس الحيطة، وبعد كده تحسب المسافة بين الاوكسيبوت والوول. المهم لما بتزيد المسافة عن 8 سنتي اوكسيبوت تو وول، بنلاقي ان مش المشكلة بس ان في سباينال اكستنسور ويكنس، لا ده لقينا معاه كمان ابدومينال ماسل ويكنس. بوث ار ويك، سباينال اكستنسورز اند ابدومينال ماسلز ان فليكشن بوستشر. خد بالك من حاجة مهمة، في الـ exaggerated posture أو في الـ postural deformities زي مثلا extreme lumbar lordosis أو pelvic tilting، بيحصل إيه؟ بيحصل greater muscular activity، يعني الـ muscle activity بيزيد في الـ exaggerated posture than in optimal posture. الـ optimal posture بتاعي الماسل اكتيفيتي ار نورمال، لكن في الاكساجيريتد بوشر ام بوشر ديفورميتي في جريتر ماسكولار اكتيفيتي. وده شغله الفيزيكال ثيرابيست انه يريستور النورمال ماسكولار اكتيفيتي ويعالج الجريتر ماسكولار اكتيفيتي. سو muscle function in neutral zone are important to stabilize the lumbar spine اللي احنا بنسميها core stability. ال core stability او ال stabilization of lumbar spine عندنا two groups of muscle، عندنا global stabilizers وعندنا local stabilizers. الglobal stabilizers دول muscles generate large amount of muscle torque across multiple segments and control movement. Muscles generate large amount of muscle torque واهم حاجة across multiple segments، عشان كده اسمها ايه؟ global stabilizers. من الاكزامبلز بتاعت global stabilizers الريكتس ابدومينس والاكسترنال اوبليك ماسل.
لكن اللوكال ستابلايزرز دول هاف اوريجين اور انسرشن دايركتلي اور اندايركتلي اون ذا لامبر سباين. لوكال ستابلايزرز دول ديب ماسلز هاف اوريجين اور انسرشن دايركتلي اور اندايركتلي اون ذا لامبر فيرتيبري. ومن الاكزامبلز بتاعت اللوكال ستابلايزرز الترانزفيرسس ابدومينس والمالتيبيتس. دول لوكال ستابلايزرز. Both global and local stabilizers provide lumbar stabilization. Both trunk flexors and extensors form the core. The trunk extensors are tonic in nature. يعني ايه tonic in nature؟ يعني provide less force but for a prolonged period of time. دول مسؤولين عن البوشر. They are postural muscle. They are endurance type muscle. والعكس بالنسبة للترانك فليكسورز. الترانك فليكسورز are phasic in nature. يعني ايه phasic in nature؟ يعني produce maximum force per unit muscle mass but for short period of time. هو ده الفرق بين trunk extensors و trunk flexors. Trunk extensors tonic, trunk flexors phasic. Trunk extensors endurance type, لكن trunk flexors strength type. Trunk extensors postural muscles, لكن trunk flexors ده produce maximal force per muscle mass. ده عشان خاطر لو طلبت منك comparison between trunk extensors and trunk flexors. وعشان كده trunk flexors and extensors مع بعض اسمهم ايه؟ اسمهم core muscles. So trunk extensor endurance is the rule to upright posture. وعشان كده بنعمل سترينسنج و انديورنس ليهم لما يكون عندنا البيشنت بيشتكي من باك بين. مهم قوي انك when testing the extensor endurance to test the patient whole time. الترانك اكستنسور دول اسمهم ساكروسباينالس ومنها اليوكوستاليس دورساي اللي اوريجين بتاعها جايه من الابر بولدرز اوف انجلز اوف لوور 6 ريبس والانسرشن بتاعها في الابر بولدرز اوف انجلز اوف ابر 6 ريبس والترانزفيرس بروسيس اوف 7 سيرفايكال فيرتيبر. النيرف سبلاي بتاعها السباينال نيرفز والمصل الثانيه اسمها لونجيسماس دورساي اللي جايه من الكومون تندون اوف ساكروسباينالس والترانزفيرس بروسيسز اوف لامبر فيرتيبري والانتيريور لاير اوف لامبودورسال فاشيا وانسرتد ان ذا تيب اوف ترانزفيرس بروسيس اوف اول ثوراسيك فيرتيبري وكمان في اللور 9 اند 10 ريبس. المسل الثالثه اسمها سباينالس دورساي ودي جايه من السباينس بروسيسز اوف فيرست تو لامبر and the last two thoracic vertebrae والانسرشن بتاعها في السباينس بروسيسز اوف upper 4 to 8 thoracic vertebrae. المصل الرابعه اسمها اليوكوستاليس لامبورم ودي جايه من ميدل كريست اوف سيكرام والسباينس بروسيسز اوف لامبر اند 11th اند 12th thoracic vertebrae will supraspinal ligament or posterior portion of inner lip of iliac crest or lateral crest of sacrum. The insertion بتاعها في the inferior border of angle of lower 6 or 7 ribs. الخمسة اسمها quadratus lumborum ودي جاية من the ilio lumborum ligament and adjacent 5 centimeters of iliac crest والانسرشن بتاعها في the medial half of lower border of last rib. النيرف سبلاي بتاعها جايه من السباينال نيرفز 12
T12, L1 and L2. الاكسسوار ماسل فور ترانك اكستنشن هم السيمي سباينالس والروتيتور زونال مالتي فيدلز. الرينج اوف موشن اوف ترانك اكستنشن لازم نقسمه لثوراسيك واللمبر. تفتكر مين هيبقى اكتر؟ اللمبر هيبقى اكتر. الثوراسيك من 0 ل 10 واللمبر يوصل لغايه من 0 ل 25. Factors limiting range of motion of trunk extension. تفتكر ايه؟ tension of anterior longitudinal ligament. وما تخليش الدكتور امير يغلطك ويكتب لك posterior longitudinal ligament. لا. Factors limiting trunk extension رقم واحد tension of anterior longitudinal ligament. tension of anterior abdominal muscle. contact of spinous processes. contact of inferior articular margin with lamina. وانا بعمل fixation مهم قوي انك تعمل contraction of جلوتيوس ماكسيموس وهامسترينج عشان تعمل فيكسيشن للبلفس. في تيست مهم قوي عشان خاطر اشوف الانديورنس اللي احنا كنا بنقول عليه، اسمه ايه؟ اسمه سيرنسن لامبر سباين اكستنشن تيست. بيرنج سيرنسن اخترع تيست عشان اشوف بيه التايمينج. العيان بيبقى نايم برون، ايديه كروزد اوفر تشست، وبيرفع ويعمل ترانك اكستنشن، وبنعد التايمينج قد ايه. والموديفايد سيرنسن تيست بدل ما العيان بيبقى كروزد ان فرونت اوف تشست بتبقى ايديه بيسايد بادي اهو. ده الموديفايد تيست ان بتبقى بسايد بادي وبيرفع وبعيد هيقعد كام ثانيه او كام دقيقه. وهنا التيست الاساسي اللي يا اما ان فرونت اوف تشيست او باك اوف ذا هيد. بالنسبه للإليفيشن اوف ذا بلفس، بلفيك إليفيشن. البلفيك إليفيشن از كريتيكال كومبوننت اوف جيت لانه مسؤول عن كليرانس اوف ذا فوت فروم ذا جراوند ديورينج جيت، مسؤول عن سوينجينج ليج، مسؤول عن كلير ذا فلور. اللاترال ابدومينال ماسلز مع الكوادريتس لامبورم هما اللي بيعملوا الحركة دي، هما السترونج بيلفيك إليفيتورز. في تيست اسمه هيب هايكينج تيست، وده تيست مخصوص للكوادريتس لامبورم، خطوم في السبيشال تيست. لكن الكوادريتس لامبورم لقينا انها ما بتشتغلش او بتشتغل دايما مع اللاترال ابدومينال ماسلز. يبقى الهيب هايكنج مسؤول عنه لاترال ابدومينال ماسلز توجذر ويز كوادريتس لامبورا. هو دوت الهيب هايكنج تيست زي ما احنا شايفين. الكوادريتس لامبورم الاوريجين بتاعها من الاليو لامبورم ليجامنت والاليا كريست والانسرشن في اللاست ريب. النيرف سبلاي بتاعها اللامبر بلكسس، والاكشن اليفيشن اوف ذا بلفيس زي ما شفنا، وبتساعد كمان في الفورسد اكسبيريشن بانها بتعمل فيكسيشن اوف ذا لاست تو ريبس، وبتساعد في الفورسد اكسبيريشن. بالنسبه للرينج اوف موشن ابروكسيميت ذا بلفيس تو لوور ريب رينج نوت بريسايز، وفي الستاندنج بوزيشن بتعمل بلفيك اليفيشن تو كلير ذا فوت فروم ذا جراوند ديورينج ايت. فاكتورز ليميتنج رينج اوف موشن استنشن اوف سباينال ليجامنت اون ذا اوبوزيت سايد وكونتاكت اوف إليا كريست ويز ذا ثوركس.
هنبدأ نتكلم عن المانيوال ماسل تيستينج فور ترانك فليكشن. ترانك فليكشن معناها فليكشن في السيرفايكل، فليكشن في الثوراسيك، فليكشن في اللمبر. احنا اتكلمنا قبل كده عن الفليكشن في السيرفايكل، فكلمنا النهاردة عن الفليكشن في الثوراسيك and lumbar، ولازم to isolate each part لوحده، لازم to eliminate neck flexors وانت بتعمل الثوراسيك فليكشن او اللمبر فليكشن، بانك تقول للبيشنت keeping your head او keeping your chin pointed to the ceiling and avoid neck flexion. Mainly, a trunk flexion is an action for rectus femoris. اللي جاية من ال crest of pubic with symphysis pubis inserted in the cartilage of 5th, 6th, and 7th rib والnerve supply بتاعها lower intercostal nerve. الاكسسوري muscles هما ال internal وال external obliques. الرينج اوف موشن بتاع الترانك فليكشن من 0 ل 80 درجة. وعشان افرق بين الثوركس واللمبر، الثوركس فليكشن هو elevation of trunk till clearance of scapula from the plinth. واكتر من clearance of scapula from the plinth بيبقى الفليكشن بتاع اللمبر سباين. Factors limiting range of motion of trunk flexion. اول حاجه tension of posterior longitudinal ligament. اوعى تغلط لما اكتب لك anterior longitudinal ligament، لا، factors limiting trunk flexion رقم واحد tension of posterior longitudinal ligament ومعاها ligamentum flava والinterspinal ligament والsupraspinal ligament. Tension of spinal extensors مش flexors. Opposition of lower lip of vertebral body anteriorly with surface of adjacent vertebra, compression of intervertebral disc in front, contact of lower rib with abdomen. Fixation مهم قوي انك تعمل fixation للhip flexors والpelvis وانت بتعمل trunk flexion. الترنك rotation مهم قوي قوي قوي. ليه؟ because it's a combined movement that is essential for most functional activities. معظم الفانكشنال اكتيفيتيز بتحتاج الترنك روتيشن. وانا بعمل فليكشن محتاج الترنك روتيشن، وانا بعمل سايد بيندنج انا محتاج ترنك روتيشن، وانا بعمل اكستنشن محتاج الترنك روتيشن. Mainly الاوبليكس ماسل، اكسترنال اوبليكس والانترنال اوبليكس، لكن في طبعا اكسسوري ماسلز. الاكسترنال اوبليكس هم عبارة عن 8 digitations from external surface of inferior border of lower 8 ribs inserted into the anterior half of iliac crest will upper neurosis to pubic tubercle والpectineal line. النيرف سبلاي lower intercostals والinternal obliques جاية من lateral half of upper surface of inguinal ligament والanterior two-third of iliac crest والposterior lamellae of lumbodorsal fascia to be inserted in the crest of pubis and the medial part of pectineal line with lini alpa with cartilage of 7th, 8th and 9th ribs with inferior border of cartilage of 3 lower lips. The nerve supply بتاع internal obliques هو lower intercostal. الاكسسوري ماسلز بقى هما لاتيسماس دورساي والسيمي سبايناليس والمالتيفيداس والروتيتورز والريكتاس ابدومينس. رينج اوف موشن اوف ترانك روتيشن من 0 ل 45 درجه، ولو عملت كليرنس بس للسكابولا ديورنج روتيشن يبقى انا شغال ثوراسيك، واكتر من السكابولا يبقى شغال لامبر. Factors limiting range of motion for trunk rotation هما التنشن اوف انيولاس فايبروزيس، التنشن of oblique abdominal muscles on the opposite side, we tension of costovertebral ligament, we interlocking of articular facets. مهم قوي ان نعمل fixation للhip flexors during testing trunk rotation.
ومهم جدا ان انا اعمل المانيوال ماسل تيستنج فور ترانك روتيشن ويز كوشن او ويز بريكوشن وين ذا بيشنت هاف اوستيوبروزس. اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده هو الكور تيست. الكور تيست هي عباره عن مجموعه تيست انا بقيس بيها الكور سترينث، الكور ستابيليتي اند كور انديورنس. نقول تاني، الكور تيست هي مجموعه تيست انا بقيس بيها الكور سترينث، كور ستابيليتي اند كور انديورنس which are very important in every gross motor activity. ما ينفعش اعمل اي gross motor activity في الليمبس من غير ما يكون عندي كور تيست. خد بالك من حاجه مهمه، ان الانجري اي انجري هتعمل ديلاي ان كور ماسل اكتيفيشن، ده رقم واحد. رقم اتنين، هتعمل ديكريز ان ماسل ريكروتمنت، ده رقم اتنين. رقم تلاته، هتعمل ماسل فاتيك. رقم أربعة، هتعمل نيورو ماسكولار امبالانس. رقم خمسة، هيعمل امبيرد بروبيسبشن. واخر حاجة، هتعمل ديريد ريفلكس ريسبونس. يبقى اي انجري هتعمل خمس حاجات: هتعمل ديلي ان كور ماسل اكتيفيشن، الانجري بتعمل ديكريز ان ماسل ريكروتمنت، الانجري بتعمل ماسل فاتيج، الانجري هتعمل نيورو ماسكولار امبالانس، الانجري هتعمل امبيرد بروبيسبشن، الانجري هتعمل ديليت ريفلكس ريسبونس، وده كله هيأثر على الفانكشن. هو ايه البيربوس بتاع الكور ماسكولر؟ البيربوس بتاع الكور ماسكوليتشر از تو بروفايد ترانك ستابيليتي ستيفنس عن طريق انترا ابدومينال pressure and compression of spinal segments that allow movement in all direction. هو ده الغرض بتاعه. الكور ماسكوليتشر ربنا خلقها عشان تعمل trunk stability او trunk stiffness عن طريق intra abdominal pressure and compression of spinal segments that allow movement in all direction. وعشان كده trunk stiffness is necessary to create anticipatory postural adjustment. يعني الترانك ستيفنس هو المسؤول عن البوستشر بتاعنا، مش كده وبس، لا، مسؤول عن الانتسيباتري بوسترال ادجستمنت اللي هو هيريزيست تروما، اللي هو هيريزيست انجري. ليه؟ لانه بي ادجست السنتر اوف جرافيتي، وبدام اتعرضت للسنتر اوف جرافيتي يبقى ذيس افكت بالانس اند ابر اند لوور اكستريميتي movement. يبقى the purpose of core musculature is stiffness or stability of the trunk عن طريق maintenance of intra-abdominal pressure and compression of spinal segments to allow movement in all direction to resist the entry to create the entry the anticipatory postural adjustment and provide balance through controlling center of gravity and provide movement of upper and lower limbs and performing task and functional activity. وده عن طريق ايه؟ مش عن طريق contraction، لا، ده عن طريق co-contraction. معنى كلمة co-contraction معناه contraction of both groups of muscle. يعني ايه؟ انا لسه قايل لك ان core stability هو عباره عن ترانك فليكسورز واكستنسورز. طب ما هو الترانك فليكسورز لو حصل فيهم كونتراكشن تعمل ترانك فليكشن، طب ترانك اكستنسورز لو حصل فيهم كونتراكشن تعمل ترانك اكستنشن. هو ده اللي انا اقصده في الكور ستابيليتي. لا، كور ستابيليتي معناها كونتراكشن اوف ذا ترانك فليكسورز اند اكستنسورز ات ذا سيم تايم، وعشان كده اسمه كو كونتراكشن اوف انتيرور اند بوستيرور اسبيكت اوف ترانك ذات انكريز زي ما قلنا انترا ابدومينال بريشر اند جنريت greater trunk stiffness. طيب تقدر تعمل لي definition للكور stability؟ الكور stability هي ability
to use muscle strength and endurance. اوعى تقول muscle strength بس. Use muscle strength and endurance to control spine over the pelvis and the leg when performing functional and athletic activities. فهمت؟ يبقى ability to use muscle strength and endurance to control spine. أنا بعمل stability للspine over the pelvis and the leg when performing functional and athletic activities. Core stability require coordination in addition to strength and endurance. يبقى core stability عايزة ثلاث حاجات: strength, endurance, coordination. لأني بتكلم عن more than one group of muscle زي ما اتفقنا. خد بالك من حاجة مهمة: هل تقدر muscle واحدة تكون هي responsible for core stability؟ لا، ده أي muscle بتشارك في core stability بنسبة 30%. وعشان كده عشان أحصل على 100% core stability لازم أشغل مجموعات كبيرة قوي من العضلات. No one muscle contribute more than 30% to overall stability of the lumbar spine. خد بالك من النقطة دي قوي قوي قوي. أنا بشغل مجموعات عضلية كبيرة عشان خاطر أحصل على core stability، لأن كل مجموعة عضلية صغيرة بتشارك بنسبة 30% لتحقيق هذه الكور استابيليتي. No one single most important stabilizing muscle. هو دي القاعدة بتاعتنا في الكور استابيليتي. كور استابيليتي composed of mixture of fast and slow twitch fibers. هي fast بس؟ لا. هي slow بس؟ لا. The mixture of fast and slow twitch fibers. وناخد بالنا ان slow twitch fiber dominate of lumbar paravertebral muscle. خد بالك من حاجة مهمة: ان الباك extensors have more capillaries، ليها capillary اكتر من النون pushural muscle اللي موجودة في الليمس زي triceps. الديب stabilizers made of slow twitch fibers زي ما اتفقنا. الانديورانس تيستينج ار مور ابروبريت ذان سترينس. انا عايز كور ستابيليتي انديورانس اكتر ما عايز سترينس، لكن الكور ستابيليتي بيتكون من سترينس وانديورانس كوردينيشن زي ما اتفقنا. وقلنا من مواصفات الكور ماسلز انها فيها كابيلر الزياده وانها سلو تويتش اكتر من انها فاست تويتش. اهو بنعيد تاني ان بالرغم من انها تحتوي على slow twitch muscle fibers لانها مهم ليها الانديورانس اكتر من السترينس، لكن combined core muscles are made up of both slow and fast twitch fibers. فهمنا؟ مهم قوي ان core muscles بتريسبوند تو تشينجز ان بوشرال اكسترنال لودينج اند سباينال انتر سيجمنتال موفمنت زي ما قلنا تو ريزيست تروم. الجلوبال سوبرفيشال ماسلز اللي هي لونج ماسلز كابابل اوف جينيريتنج لارج اماونت اوف تورك ميد اب اوف فاست تويتش فايبرز. دول الفاست تويتش فايبرز اللي في كور ماسكوليتشر. Co-contraction of internal obliques with transversus abdominis increase the intra-abdominal pressure and the stiffness of spinal segments زي ما اتفقنا قبل كده، result in increase spinal stability. انا باخد من 5-10% من قوة الماسلز عشان احقق بيها stiffness. طب 90% او 95% التانيين هم اللي حققوا لي الحركة. اهو about from 5% to 10% of maximal abdominal and multividus contraction to stiff the spine. والباقي هم اللي هيعملوا الحركة. Endurance of the core musculature is important to function than strength. زي ما احنا متفقين ان الانديورانس اهم للسترينث، لكن لو قلنا يبقى في سترينث واندورانس وكمان coordination. Some muscles make up the core are not amenable to individual muscle testing and therefore test as part of the core. بعض العضلات اقدر اعمل لها individual muscle test وبعض العضلات ما اقدرش اعمل لها individual muscle test، وبالتالي بتبقى included في core stability tests. ناخد فكرة كده عن بعض العضلات
عضلة زي الريكتس ابدومينس مسؤولة عن الترانك فليكشن وبتساعد في الترانك روتيشن. عضلة زي جلوتيوس ميديوس مسؤولة عن اللاترال ستابيليتي اوف ذا هيب. عضلة زي ترانزفيرس ابدومينس وبتشتغل معاها انرول المالتيفيدس عشان تزود السباينال ستيفنس تو ريز ذا انترا ابدومينال بريشر. عضلة زي جلوتيوس مينيموس اللي بتشتغل مع جلوتيوس ميديوس عشان اللاترال ستابيليتي اوف ذا هيب. عضلة زي الريكتور سبايني. عضلة زي كوادريتس لامبورم which is active in all upright activities زي ما كنا شرحنا البلفيك إليفيشن من شوية. عضلة زي المالتيفيدس وعضلة زي الأدكتور ماجنس which maintains a static alignment in the frontal plane. وعضلة زي جلوتيوس ماكسيموس that transfer the forces from the lower extremity to the trunk. وعضلة زي الأدكتور لانجس والهامسترينج والأدكتور بريفيس والبيكتينيس. Welcome with any question and thank you.